السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض. احنا من دلوقتي ان شاء الله ولمده ساعه بوصفات لذيذه ان شاء الله تعجبكم. اول وصفه هنعملها مع بعض هي وصفه كفته الدجاج بحشوه الجبنه، من الوصفات اللذيذه والولاد عندي بيحبوها جدا. تعالوا نشوف ازاي هنعملها مع بعض. عشان نعملها عايزين تقريبا نص كيلو لحمه مفرومه فراخ، بس طبعا في الاخر حسب عدد افراد الاسره. عايزين واحد بصله صغيره مقطعه صغير، 2 معلقه كبيره جبنه بارميجان، نص كوب بقسماط، ملح وفلفل، جبنه تشيدر قطعه واحده، ومعلقه كبيره زيت. الصلصه بتاعتنا بصله صغيره متقطعة صغير، واتنين فص توم، واحد كوب عصير طماطم طازة، 4 معالق كبيرة صلصة طماطم، 1 مكعب مرق، 3 أرباع كوب ريحان، معلقة كبيرة زبدة، معلقة كبيرة زيت زيتون. طيب أول حاجة هنحط زيت الزيتون كده هنا على بس ما يسخن، لأن الطاسة أصلا لسه ساقعة. وهنحط الزبدة وتعالوا نشوف هنعمل إيه. عندنا هنا الفراخ المفرومة، الفراخ المفرومة لازم تحطوها في الكبة او تطلبوا من الفرارجي او السوبر ماركت اللي انتوا جايبين منه ان هو يفرم لكم الفراخ. هنحط دلوقتي بصلة وتكون مفرومة صغير جدا جدا علشان ما تعملش فراغات في الكفتة فتفتح الكفتة وتطلع منها الجبنة. فقد ما تقدروا اعملوها صغير خالص، شوفوا قد ايه صغيرة دي ما شاء الله، بصوا كتير صغننة وهو ده المطلوب. عندنا هنا البقسماط، برضو هنحط شوية بقسماط، وعندنا الجبنة البارميجان وبرضو هنحطها مع الكفتة. هناخد دلوقتي حتة جبنة بس احطها كده هنا علشان ايه، قبل ما ايديا تبقى في الكفتة ما اقدرش امسك بقية الجبنة. لو هتعملوا الفراخ في البيت في محضرة الطعام ما تبلغوش في انكم تضربوها في محضرة الطعام، علشان لو بلغتوا هتتحول لكريم، تبقى عاملة زي الكريم بالظبط، فمش هتعرفوا تمسكوها ولا هتعرفوا تعملوا اي حاجة بيها. كده تمام جدا. خلاص هناخد دلوقتي الكفتة بتاعتنا كده بالحجم بقى اللي انتوا عايزينه، شوفوا انتوا عايزين اني حجم واعملوه. انا مش عاملاها صغيرة قوي، عاملاها شوية كبيرة. هناخد كده دي نعملها كده، وهنعمل فيها زي تجويف كده كأننا بنعمل كوبيبة. وهاخد حتة الجبنة وهحطها جوه وهقفل عليها وارجع تاني اكور. دي بقى وصلنا للمرحلة دي بتقدروا انكم تحطوها في الفريزر، بتقدروا انكم تقدموها كده زي ما هي، حطوها في بيض وبقسماط وقلوها من غير ما نعمل لها الصوص والحاجات اللي هنعملها دلوقتي. هناخدها بقى نحطها كده في الطاسة بتاعتنا مع الباقيين اللي احنا عاملينهم. هنستنى عليها بس لغاية ما تتحمر كده شوية من تحت، وبعدين نقلبها على الناحية التانية. ممكن نحط لها شوية زيت عادي بس عشان الزبدة اللي عندنا ما تتحرقش. بس كده نحس انها قربت تتحمر. في هنا اتنين بيتهيألي مش عايزين يتحركوا، ماسكين، نخليهم كده على جنب. وناخد البصل اللي عندنا، النار لازم تبقى عالية يا حبايبي عشان ما تفكش الكفتة كرات الفراخ. ونحط الثوم. الوصفة دي بقى لذيذة قوي 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 مع مكرونة سباجيتي.
خلاص شايفين ازاي؟ ممتاز الحمد لله، ولا فتحت ولا اي حاجة. ناخد بقى دلوقتي عصير طماطم مع صوص طماطم. شوفوا عايزين تحطوا قد ايه صلصة، عايزين تحطوا معلقتين معلقة، يعني يمكن على الكمية دي معلقتين كفاية. عندنا مكعب مرق، وعايزين بقى نحط شوية مية وهسيبها تستوي الفراخ فيها، لان طبعا هي الفراخ اتحمرت الكرات دي اللي عندنا، بس هي من جوه لسه نيه، فهنسيبها بقى كده لغايه ما تستوي تماما. ولما تستوي خالص 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 هروح احطلها في الاخر خالص الريحان. فدلوقتي كده احنا مستنيين بقى الكرات اللحمه بتاعتنا تستوي. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا سايبين الكرات بتاعتنا تستوي على النار، وهنعمل دلوقتي مع بعض وصفة لذيذة قوي قوي قوي، وهي وصفة البيك تشيز كيك. هنعملها بطريقة حلوة، التشيز كيك المخبوزة. طيب علشان نعملها عايزين ايه؟ عايزين 600 جرام جبنة كريمي. وعلى فكرة هي بتتعمل بأكتر من كده بكتير، أنا محاولة كمان مصغرة العيار، يعني هي في وصفات بتوصل لكيلو و200 جرام في الوصفة الواحدة. احنا هنحط النهاردة 600 جرام جبنة كريمي، ومعلقتين كبار دقيق، 3/4 كوباية سكر، 2 بيض، 1 صفار بيض فانيليا، وعايزين 1/4 كوباية 1.25 كوباية كريمة سائلة، 1 معلقة صغيرة بشر ليمون، 1/2 كيلو فراولة للوش، وكريمة مخفوقة وورق نعناع للتزيين. هنعمل جنبيها صوص فراولة عبارة عن 1/4 كوباية فراولة، 1/4 كوباية عصير برتقال، 1 معلقة كبيرة نشا، و2.5 كوب بسكوت قمح مطحون، و100 جرام زبدة. أول حاجة هنعملها عايزين ندوب الزبدة اللي عندنا. هنحط الزبدة كده هنا، وندوبهم. وعندنا هنا خلينا نبتدي نعمل الخليط بتاعنا. هناخد اول حاجة احنا فين الجبنة اهي، هناخد الجبنة نحطها كده هنا، هناخد دلوقتي السكر وهنخفقهم مع بعض شوية. حطينا الكريمة، كده عندنا الكريمة الجبنة بقت كريمي خالص كده زي ما انتم شايفين. هنحط بقى دلوقتي الصفار البيض
والبيض، بيضتين، الفانيليا، الليمون المبشور، والدقيق، ونقلب. هنشيل ده كده وناخد بقى الجوانب كلها، نتأكد انها بتتخفق مع الحاجات اللي عندنا. كله كله كله. الوصفة دي ناجحة جدا يا جماعة، جربوها هتعجبكم قوي قوي قوي. خلاص احنا كده جهزنا. هنيجي بقى هنا ناخد الصينية بتاعت التشيز كيك بتاعتنا، نحط البسكوت، نحط عليه الزبدة، كويس قوي كده نخلطهم مع بعض. لازم كل البسكوت يجيله زبدة. تمام. خلاص هنفردها بقى دلوقتي كده، وبعدين نضغط عليها كويس. نفردها الأول. بالراحة خالص نفردها لغاية ما ناخد بقى السمك اللي احنا عايزينه، وكل تمام نبتدي نضغط عليها علشان نثبت السمك ونثبت الكوكيز، يبقى البسكوت يعني يبقى ماسك نفسه جامد. تمام كده. تمام. عارفين هعمل ايه دلوقتي؟ هشيل البسكوت اللي جه على الجناب علشان لما نيجي نفتحها ما يبقاش البسكوت ده مأثر على الجناب بتاعت التشيز كيك كده. اوكي ضغطناه. هناخد بقى دلوقتي التشيز كيك بتاعتنا، الخليط بتاع التشيز كيك، ونحطه فوق البسكوت. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عارفين ازاي بنعمل الكريم كراميل؟ يعني احنا ممكن نحطها عادي، بس انا بحبها في الحمام المائي الصراحة اكتر. فبتقدروا تحطوها في الفرن عادي جدا لوحدها كده، بس انا بحبها وهي محطوطة في الحمام المائي اكتر. فزي ما بنعمل في الكريم كراميل هنعمل معاها بالظبط. هجيب فويل، هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. هنجيب فويل هنحطه كده، نقفل ده بقى كده بالشكل ده علشان خاطر نمنع ان المية تدخل، وهنحطه في حمام مائي وفي الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة مقفولة. بعد الساعة بتطلعوها. تمام. خلاص هي كده جهزت عندنا. دلوقتي احنا ناقص نعمل الصوص. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل معاكم الصوص بتاعه التشيز كيك بتاعتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله.
اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. الفراخ بتاعتنا جهزت على فكره، ناقص لها بس الريحان زي ما اتفقنا. دلوقتي خلينا نعمل الصوص مع بعض عشان في وراها كيكه تانيه. خلينا ناخد المربى بتاعتنا، هنحطها على النار ونبتدي نعمل الخلطه، مش خلطه يعني، نخلط النشا مع عصير البرتقال. ادي النشا وادي عصير البرتقال اللي عندنا، هنخلطهم مع بعض. نتأكد ان النشا كله داب، هناخده ونحطه على المربى اللي عندنا ونقلب نقلب نقلب لغاية ما يبقى عندنا صوص لذيذة جدا بمربة الفراولة وبعصير البرتقال، فبتبقى صوص حلو قوي. دي بقى هنعمل فيها ايه؟ كل حد بيقطع حتة من التشيز كيك بتاعتنا بيروح حاطط عليها شوية من الصوص دي، تبقى حاجة كده ولا في الأحلام يعني، بجد جميلة جدا. هنقلب بس لغاية ما تبتدي تتخن معانا. بصوا الجمال اهي، عصير برتقال بقى ومربى وشوية نشا. تعالوا نحطها مع بعض في الصوصيرة بتاعتنا، شوفوا صوص لذيذة جدا تتقدم جنب التشيز كيك بتاعتنا. نحطها كده على جنب. ونفس التشيز كيك بنقدر نزينها بشوية كده كريمة، شوية نعناع. يلا بينا، دايما التشيز كيك ليها شكل معين كده. ممكن على فكرة تاخدوا الصوص كمان تحطوها في النص هنا لو عايزين، يعني ممكن نحط منها شوية هنا وممكن نسيبها ونخليها زي ما اتفقنا على جنب. نحط لها بقى شوية كده من الفراولة. وهنروح دلوقتي بقى نعمل مع بعض كيكة جوز الهند، عشان النهاردة عاملين لكم كذا وصفة حلويات. يلا بينا على كيكة جوز الهند. طيب عشان نعمل مع بعض كيكة جوز الهند عايزين ايه؟ عايزين الاتي. عايزين 3 كوبايات دقيق، 3 معالق صغيرة بيكنج باودر، 5 بيض فانيليا، 1¾ كوباية سكر، 1 كوب زيت، 1 كوب حليب جوز الهند، وده مهم قوي علشان يدينا طعم جوز الهند اكتر. وعايزين نص كوباية جوز هند. للوش عايزين 1 كوب جبنة كريمية، 1 كوب سكر بودرة وفانيليا، وواحد ونص كوب جوز هند. طيب أول حاجة هنعملها إيه؟ هناخد البيض هنحطه كده هنا، وهنحط معاه السكر وهنخفقهم مع بعض. مع الفانيليا
نبتدي نحط الزيت بقى شوية شوية. تمام، عندنا بقى هنا الدقيق والبيكنج باودر وجوز الهند، نحطهم كده مع بعض ونخلطهم. ناقص بس اللبن جوز الهند، حليب جوز الهند. هنبتدي نضيف حليب جوز الهند شوية شوية. تمام، بصوا بقى ده خليط الكيك عندنا اهو. طبعا ريحة جوز الهند طالعة من جوز الهند اللي حطيناه ومن الحليب جوز الهند كمان، اللي طبعا بتبقى نكهة جوز الهند فيه برضو قوية جدا. هنشيل بقى ده كده وهنجيب الصينية بتاعتنا، ايا كان بقى الصينية اللي انتوا هتعملوا فيها، ممكن تعملوا في قالب انجليش كيك، ممكن تعملوا في صينية زي بتاعتنا اللي هي مخرومة من النص، زي ما تحبوا. طيب انا هكمل احطها في القالب دلوقتي ونطلع دلوقتي لفاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل معاكم بقى التوبينج بتاع الكيكه ونكمل بقيه حلقتنا معاكم. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل ما نعمل اي حاجة هحط الريحان على الكفتة بتاعتنا. اخر حاجة خالص بعملها بحط الريحان على الكفتة. خليها بقى شوية كده، دي بقى جميلة قوي يا جماعة مع مكرونة سباجيتي. يلا نرجع بقى تاني هنا علشان نعمل التوبينج بتاع كيكة جوز الهند بتاعتنا. بصوا دي كيكة جوز الهند بتاعتنا ما طلعت من الفرن اهي. تمام، هناخد بقى دلوقتي الجبنة اللي عندنا هنحطها كده هنا، جبنة كريمي بحرارة الغرفة. هنحط معاها سكر بودرة، بحط شوية الأول وبخلطهم مع بعض وبعدين بنكمل، والفانيلا كمان ما ننساش الفانيلا أبدا. نكمل بقية السكر. ونحط جوز الهند اللي عندنا. وكده يعني بقى عندنا توبينج كده لذيذ جدا للكيكة بتاعتنا. معرفش بقى ممكن نحطه ونشوف كده كيس الحلواني اخباره ايه.
نقص تمام. كيكة بسيطة جدا بس طعمها لطيف جدا 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 اهي. وطبعا مش هنقدر ما نحط لهاش ورد، فهنحط لها كم وردة. تمام. تعالوا بقى كمان دلوقتي نحط الكفتة بتاعتنا. وكده نبقى ايه، خلصنا معاكم وصفتنا اللذيذة جدا جدا جدا. لازم تجربوها الكفتة دي يا جماعة، لذيذة قوي كده. ولما تيجوا تفتحوها بقى من جوه تلاقوا الجبنة سايحة كده وجميلة، ومع المكرونة زي ما قلنا بيطلع طعمها تحفة تحفة. فجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. تمام. يلا بس نحط الصوص وكده نبقى احنا وصلنا للآخر. تمام كده وصلنا معاكم لآخر حلقتنا للنهاردة. عملنا لكم فيها وصفات لذيذة، بتمنى انها تعجبكم. البيكت تشيز كيك من الوصفات اللذيذة جدا جدا، لازم تجربوها. وعملنا جنبيها صوص حلو قوي عبارة عن مربة فراولة مع عصير برتقان وشوية نشا. كل حد بياخد قطعة بيحط شوية من الصوص دي عليها وبيطلع طعمها حلو قوي، حتى هي من غير الصوص طعمها حلو. عملنا كمان معاكم كيكة جوز الهند، اللي بيميزها ان احنا حطينا فيها حليب جوز الهند فبتطلع طعمها حلو جدا. جربوها برضو ان شاء الله هتحبوها. عملنا لها توبنج لذيذ عبارة عن جبنة وكمان حطينا فيه جوز هند وسكر بودرة. عملنا كمان معاكم كرات الدجاج بصوص الريحان والمحشية بالجبنة تشادر من جوه، برضو وصفة لذيذة جدا وطعمها حلو، وزي ما قلنا بتبقى جميلة جدا مع المكرونة. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية. واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة. عندنا إعادتين، إعادة الساعة 8 بالليل وإعادة الساعة 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم، بشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.